بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. ثم قد قيل إنها أي ليلة القدر في أول ليلة من شهر رمضان. يحكى هذا عن أبي رزين رحمه الله، وقيل إنها تقع ليلة 17، وروى فيه أبو داود رحمه الله حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي موقوفاً عليه، يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما، وهو قول محمد وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ويحكى عن الحسن البصري رحمه الله، ووجهوه بأنها ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي 17 من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم الفرقان. وقيل ليلة 19. يحكى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أيضاً، وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريداً من النخل، وما نرى في السماء شيئاً، يعني سحاباً، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ: في صبح 21، أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي رحمه الله: وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، والله أعلم. وقيل ليلة 24، والقرآن أنزل ليلة 24. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، أي ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان في 29 تبقى، يعني ليلة 21، في 27 تبقى، يعني ليلة 23، في 25 تبقى، 25. فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه
أنه حمله على ذلك، والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليلة 27، هي أرجى ليلة، ليلة 27 تطلب في الوتر من العشر الأواخر، 21، 23، 25، 27، 29، وأرجى ليلة، ليلة 27. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويفوز بالأجر يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان، سمعت عبده وعاصما عن زر، سألت أبي بن كعب رضي الله عنه، قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. الذي يقوم السنة كلها يوافق ليلة القدر. ابن مسعود رضي الله عنه يرغب الناس في المداومة على قيام الليل. قال أبي بن كعب رضي الله عنه يرحمه الله، دعا لابن مسعود رضي الله عنه قال يرحمه الله: لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27، ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أي تطلع الشمس صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها، أعني الشمس. وقد رواه مسلم رحمه الله من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي رضي الله عنه فذكره. وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، ليلة القدر في رمضان، يحلف بما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي، أي ليلة القدر هي الليلة هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا. وقد حكي عن بعض السلف رحمهم الله أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي، لأنها الكلمة 27 من السورة، والله أعلم، هذا ظن، الله أعلم. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لعمر رضي الله عنه: إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي. فقال عمر رضي الله عنه: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي وسابعة تبقى من العشر الأواخر، سابعة تمضي يعني أو سابعة تبقى، سابعة تمضي يعني سبعة إذا مضت من العشر، يعني ليلة 27، أو سابعة تبقى
ليلة 23. فقال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت: خلق الله 7 سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الشهر يدور على 7، وخلق الإنسان من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف بالبيت 7، ورمي الجمار 7، لأشياء كثيرة. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت، أي تنبهت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويأكل من 7، قال: هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلًا وحدائق غُلبًا وفاكهةً وأبًا. وهذا إسنادٌ جيدٌ قوي، ونصٌ غريبٌ جدًّا، والله أعلم. على كل حال، تُطلب في الوتر من 10 الأواخر، 21 أو 23 أو 25 أو 27، أرجى ليلة 27 أو 29. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويفوز بالأجر يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل إنها تكون في ليلة 29. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في 10 الأواخر، فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة عليهم السلام تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى عليهم السلام. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفًا، ولما رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 9 يبقين، أو 7 يبقين، أو 5 يبقين، أو 3، أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إنها آخر ليلة. فصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الروايات: صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا للسائل إذا قيل له: التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية، يقول: نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي رحمه الله عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 10 الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم رحمهم الله، وهو محكي عن الشافعي
رحمه الله نقله القاضي عنه وهو الأشبه، والله أعلم. على كل، تطلب في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. اللهم اجعلنا ممن يوافقها، واغفر لنا وارحمنا واعتقنا من في الأسواق ما هو إلا مجاهرة بالمعاصي وتشبه بنساء الإفرنج. فيجب على كل رجل أن يمنع امرأته من التبرج وإظهار المحاسن، وفتنة النساء فتنة عظيمة. فمن أعظم المنكرات وأفظعها خروج المرأة كاشفة رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو وجهها أو الجميع أو الثياب المظهرة للمفاتن أو اللباس الشفاف الخفيف الذي وجوده كعدمه لا يستر ما تحته، فهذا داخل في التبرج. فيجب على المسلم أن يمنع نساءه ومن له عليهن ولاية، ويقبلن منه جميع ما تقدم، ويلزمهن الستر والتحفظ، وينصح إخوانه المهملين للمتصفات بذلك. ومن الآداب التي أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهن القدوة الحسنة في العفاف والتقى والتستر والحياء والإيمان رضي الله عنهن، ومع حياء الناس منهن واحترامهم لهن، ما ذكره تعالى في سورة الأحزاب بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مقاتل رحمه الله: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فيواري قلائدها وقرطها أي الذي في الأذن وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. تضع الخمار على رأسها ولا تشده، وقلائدها ترى، وقرطها على أذنها يراها الناس، وعنقها، فهذا تبرج محرم. فيجب أن تستر المرأة كل ذلك. وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أبو حيان رحمه الله في تفسيره: قدم غض البصر على حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، لا يكاد يقدر على الاحتراز منه، وهو الباب الأكبر إلى القلب. النظر الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، ويكثر السقوط من جهته. فيجب على المسلم أن يغض الأبصار عن الأجنبيات، وكذلك لا ينظر إلى الأفلام والمجلات الخليعة وغير ذلك، لأنها فتنة. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن لا نسمع شيئا محرما، ولا ننظر إلى ما حرم الله، ولا ننوي إلا الطيبات. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين. الله تعالى يعلم خائنة الأعين. قال البغوي رحمه الله: أي خيانتها، وهي استراق النظر إلى ما لا يحل. قال مجاهد رحمه الله: هو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر،
والأذنان زناهما الاستماع، سماع صوت المرأة الأجنبية، واللسان زناه الكلام، التكلم مع المرأة الأجنبية من غير حاجة. فكل هذا من وسائل الزنا. لا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تستمع إلى صوت النساء الأجنبيات من غير حاجة، ولا تتكلم مع النساء الأجنبيات من غير حاجة. وأخرج الطبراني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه عز وجل: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. النظر سهم من سهام مسموم من سهام إبليس. فيجب علينا أن نغض أبصارنا عما حرم الله علينا. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. وروى الأصبهاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، يعني غضت عن النظر إلى ما حرم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، يعني حراسة المسلمين، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله، أي بكى خوفا من الله. كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، يعني في حراسة المسلمين، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله، يعني بكى ودمعت عينه. اللهم اجعلنا منهم. وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال صحيح الإسناد، واعترضه المنذري. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أي تكفلوا بستة أمور أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، إذا تكلمتم لا تقولوا إلا صدق. وأوفوا إذا وعدتم، إذا وعدت أوفوا بالوعد. وأدوا إذا تمنتم، أدِّ الأمانة. واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فإذا تكفلت بحفظ هذه الأعضاء الله تعالى يرحمك سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع مانع. فالنظر رأس البلاء، يجر إلى الفواحش والمنكرات. وفي هذا قيل: الصبر على غض النظر أيسر من الصبر على ألم بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على خطر. يسر ناظره بما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، يعني إذا رأيت امرأة فجأة بدون قصد فلا تعيد النظرة مرة أخرى.
لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى لأنها بغير قصد وليست لك الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي رحمهم الله. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء عن نظرة الفجاء فقال: اصرف بصرك. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي فتن الناس بها. رواه الترمذي رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. رواه أحمد رحمه الله. اللهم إنا نواصينا بيديك، وأمورنا ترجع إليك، وأحوالنا لا تخفى عليك، وأنت ملجأنا وملاذنا، وإليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا. يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك أن تجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، وهب لنا من فضلك العظيم وجودك علينا بإحسانك العميم، وجد علينا بإحسانك العميم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.